مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وإلى هذا العدد الجديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. في هذا العدد لدينا 4 ملفات جديدة لقد صدى وانتشارا واسعا على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي. الآن نستعرض إياكم العناوين التي اخترناها لكم، وفيها من منطقة التاجي تحديدا شمالي بغداد مدير إحدى المدارس الابتدائية يضرب الطلبة بعنف وقسوة. بعد ذلك نتابع استمرار تظاهرات خريجي هندسة النفط أمام مبنى وزارة النفط للمطالبة بالتعيينات لليوم الرابع على التوالي، والمهندسون طالبوا طبعا بتوظيفهم. الآن ننتقل وإياكم إلى موضوع آخر، وفيه أطلق شباب نشطاء عن موضوع المشاريع الوهمية، وقالوا إن هناك مشاريع وهمية بقيمة 79 مليار دينار عراقي تحديدا في محافظة ذي قار. أما ختام الأخبار فسيكون من شط الحلة بالمدينة وأقدم جسر هناك، وكيف أنه يعاني إهمالا حكوميا متواصلا، ونشطاء يصفون المسؤولين باللصوص والمجرمين الذين يدمرون ثروات العراق التاريخية. في الأول من آذار في كل عام يحتفل العراقيون في عيد المعلم، لكن ماذا عن طريقة الاحتفال التي اعتمدها مدير مدرسة الشهيد هاشم عبيد الابتدائية للبنين، واسمه كما طبعا تداوله نشطاء عراقيون شكر محمود طوفان. تعالوا نشاهد هذه اللقطات ومن ثم لنا عودة وتعليق. مدير المدرسة يعتدي كما رأيتم بالضرب القاسي على الطلبة، هكذا إذن يريد أن يحفزهم على حب العلم والتعلم. النشطاء على مواقع التواصل من منطقة التاجي شمالية بغداد كتبوا على الإنترنت يوصون بضرورة إيصال نسخة من الفيديو الذي شاهدتم إلى مدير تربية الكرخة الثالثة. هذه الحادثة جعلت الشباب العراقيين يستذكرون حادثة عادت إلى الأذهان، إنها حادثة التلميذ حسن صلاح طالب العتابي في بغداد، والذي توفي نتيجة ضرب معلم الرياضيات له بشكل قاس جدا كما تداول النشطاء. نشاهد وإياكم. ما حد يتوقع يعني ابن دزه للمدرسة يجيك ميت، شدة خارجية على الرأس، شدة خارجية وضربة على رأسه بس ما طالع دم. Thank you.
متى يكون للإنسان حقوق في العراق؟ سؤال ينتظر الإجابة. في العراق الجديد يجد الأجنبي قوت يومه، يجد وظيفته، يجد الأولوية. نعم، فالأولوية في العراق للغريب، أما ابن الأرض فمحروم من خير بلده وثرواتها. هذا ما يثيره نشطاء كتبوا عن استمرار تظاهرات خريجي هندسة النفط أمام مبنى وزارة النفط للمطالبة بالتعيينات لليوم الرابع على التوالي. هؤلاء مهندسون عراقيون عاطلون عن العمل وأضيفوا إجباراً إلى قطار البطالة، إنهم يطالبون بتوظيفهم وهذا حق لم ينالوه بعد، ولأن المسؤولين لم يسمعوا صوت هؤلاء الشباب ولم يستجيبوا إلى نداءاتهم المشروعة، أغلق خريجو النفط بوابة وزارة النفط ورددوا شعارات منددة بالحكومة والبرلمان. دعونا نتابع. ومن حرمان الشباب العراقي حقوقه إلى ما أطلق عليه نشطاء عراقيون الفساد المستشري بمواصلة إطلاق مشاريع وهمية هدفها سرقة المال العام. النشطاء تداولوا معلومات بشأن مشروع وهمي لبناء 500 وحدة سكنية بقيمة 79 مليار دينار عراقي، تحديداً في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار. تعالوا معي لنرى ماذا حل بهذا المشروع العملاق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد المشاريع الوهمية في فترة حكومة مختار العصر، إذا تتذكرون، اللي كان دائماً يطلع ويتحدث لنا عن المليارات، مليارات المشاريع. هذا واحد من المشاريع في قضاء قلعة السكر في محافظة ذي قار بالناصرية. وتشوفون هاي، طبعا هذا متروك صار له سنين، صرفت عليه مليارات، يعني الميزانية مالته مليارات لكن لم ينتج أي شيء. وتشوفون هاي كله حوله المياه الآسنة، وهنا صاير مكب نفايات زين، مثل ما كاتبين قطعة أن هذا مكان لمكب النفايات. زين، هذا تشوفون هنا كذلك هاي المنطقة كلها مدمرة ولم يبقى أي شيء من عندها. زين، هو ومن ثم نتساءل أو نعيد السؤال ونكرر، أين ذهبت المليارات؟ أين ذهبت خزينة الدولة؟ أين ذهبت الميزانيات الانفجارية؟ وعندما نرى مثل هذه المشاريع الوهمية التدميرية، لأن هاي دمرت حقيقة بالميزانية، لا هي مشاريع بنيت استفاد منها الناس الشعب، ولا هي ولا صرفت أموالها، أو على الأقل احتفظ بأموالها، حفظت أموالها في خزينة الدولة. ألا لعنة الله على الفاسدين الفاشلين، وألا لعنة الله على الظالمين. وهؤلاء الفاسدين الفاشلين يجب أن يقدموا إلى المحاكم، إلى القضاء، لينالوا جزاءهم بما كسبت أيديهم ودمروا العراق وميزانية العراق وبلد العراق العظيم وبلد الحضارات مع الأسف الشديد. هي إذن ميزانيات انفجارية
لمشاريع وهمية كما سماها المتحدث بالمقطع السابق الذي شاهدتموه. الآن نشاهد أحد المواطنين يوثق من داخل مطار كركوك ما وصفها كذبة الاستعداد لافتتاح المطار الذي تحدثت وزارة النقل عن فتحه أمام حركة المسافرين. شباب حبيت أشوفكم شغل اللي صار بالمطار اللي يقولون بعد 45 يوم ينفتح المطار. بس الطين ماله يحتاج سنة. الله يساعدهم. السلام عليكم شباب. بس الطين ماله يحتاج سنة تشيله. شوفوا وقفة شغلة هنا. شوفوا الشيء الوحيد اللي صاير به هذا الفلكة. هذا فلكة ما أعرف يسموها. فلكة وادي السلام. وادي السلام اطلع قبل منها كرجع. شوف هذا الفلكة الوحيدة صايرة وبعد كل شيء حتى نافورهم مخلين بيها. اطلع قبل منها كو طريق نرجع عليها الباب الرئيسية. هذا المطار ما عدا بيق الله بيها وحدة ما شاء الله ثلاث أربع آليات يشتغلن أربع آليات وفد 20 عامل. بس التخطيط ماله. إيه هسا هذا المدرج الرئيسي راح هنا تصير. هاي المدرج الرئيسي راح يصير هنا. يعني نزول هبوط الطائرة تصير هنا على أساس. هاي ما بيها شيء ما يحتاج كل شيء. التبليط قديم يطلع منه. تبليط قديم ما بيها شيء. حافلات جايبين سيارة. اي اطلع هو اربع اليات ماكو اكثر. اطلع روح. هاي المدرج الرئيسي مطار كركوك الدولي ما شاء الله. يعني حتى شجرة ما زارعين حتى نقول وهي الافتتاحية نشوفونا كم شجرة نرتاح. هذا الشغل اذا بخمس سنوات كمل نقول الف الحمد لله والشكر. نحمد الله ونشكره. بعيدا عن قمع الشباب المطالبين بحقوقهم والمشاريع الوهمية التي تسطو على المال العام، نذهب الان الى الواقع الخدمي الذي يواصل انهياره او يواصل انهياره في اكثر من محافظة. هذه المرة إلى بابل حيث مدينة الحلة. ترى كيف حال شط المدينة؟ وما هي أحوال أقدم جسر فيها؟ نشطاء على فيسبوك ذكروا أن الإهمال ينهش المدينة في ظل وجود من وصفوهم لصوصاً ومجرمين يتحكمون بمقدراتها التاريخية إلى أن أصبحت مدينة منكوبة بحسب تعبيرهم. نشاهد الآن صوراً فيها مواطنون يطلقون نداءات استغاثة في محافظة بابل بسبب كثرة المطبات الصناعية والحفر في الشوارع والتي تسببت بالحوادث المرورية وكثرة الازدحام. نقرأ يعني احنا سواق خطنا طالعين البغداد منها نطلع الصبح ظلمة الدنيا إنارة ماكو إنارة. فهاي نقرأ يعني انا الصبح لقيت سيارة خطية بها عالم شيته هنا جوا واقعة بالنقرة هاي وقفنا وسويناها وهاي البرميل حطيناه نطلب من جماعة المجاري يسوون اياها البلدية المجاري يسوون اياها. هي نقرة بسيطة بس هي ماخذ الشارع كله ترى هاي النقرة وان شاء الله ما يقصرون هم الجماعة بس هي صار لها هواية هاي فترة ترى. احنا ناشد مدير البلدية خليه يجي يشوف هاي النقرة ايش كبرها يعني وهذا شارع عام وهاي السيارات اللي تفوت اللي ما يشوفها راسا يقع بيها وخلف الله على هذا مروان جبناه ببراميل وطابوقات وخليناهن. خليه يجي المسؤول يشوف هاي البلوع اللي بنص الشارع شارع رئيسي هذا يعني شنو ليش هيك يعني ما حد يتابع ما حد ماكو متابعه لا مسؤول يشوفها ولا هاي تجي العالم منها أنا اللي يقع بها يقع واللي يشوفها يطلع دبل يم الروضه هاي النقره يم الروضه
يعني هاي اذا يجي دراجه ابو سياره يجي ما يدري بيها ويوقع، يعني باللي هم شو اسمه يسموها نقره الموت، يعني ما يدري واحد بيها بالسياره بلا يوقع بيها، يعني طلاب تجي بالعالم. شوف هذا الازدحام كله من وين النقره هاي؟ الازدحام هذا كله شوف بس واقف بالسياره، ذاك اللي مسواها كوت بلوس ووقعت النار. يعني ماكو واحد يشتغل عدل. كوم بلوس حطوا عليها. مو بس هاي كوم مجال سووه. بدون فائده، والشارع توقع. هكذا هو الحال في بابل وصعاب أخرى تتفاقم أخرى تنشأ في محافظات أخرى بكل أسف. الآن نذهب إلى قضية اليوم التي اخترناها لكم من فيسبوك. يتساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل بكل حزن وأسف، كيف يكون شعور المسؤولين حين تمتلئ بطونهم طعاما وشرابا وهم يشاهدون عراقيون يجمعون قوت يومهم من النفايات؟ هذا ما التقطته كاميرا أحد النشطاء كان يتجول في شوارع البصرة. المشتكى لله سبحانه وتعالى. إحنا نشوف هاي الحالات طبعا. شوف هسه هذا المسكين. هذا المسكين. ما بعوده؟ طبعا ما يدري العلم ما يدري. هاي لب يعني إحنا ناشد من نطالب من إلى متى هذا المواطن أبو الخير، هذا المواطن الفقير، هذا المواطن يلم من هاي الزبالة يلم العائلتين عليكم السلام؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ غير بوكم وحرمنتكم جاش هذا الثاني جاء سبحان الله، غير بوكم حرمنتكم وما عندكم مخافة من الله سبحانه وتعالى. سلام قدام. ليش شنو السبب؟ حظكم وبختكم. اي والله هذا المواطن البصري هيك. والله مشكلة. الله يساعدك. شلونك زيد؟ هذا بسواقك؟ بسويك؟ ها؟ جاي من لميت منها تاخذ لعائلتك؟ المن لا تاخذ لعائلتك بوي؟ تاخذ لعائلتك. الله لا يوفق الحكومة إن شاء الله. ما عندك راتب شيء ما عندك؟ ها عمي؟ يم الله. وهذا لميت منها تاخذ لعويلك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بعد الذي شاهدتم على فيسبوك تعليقات غاضبة لعديد من الشباب العراقيين بعدما شاهدوا هذا المقطع، تعالوا نتابع وإياكم أبرز النشرات التي كتبت كرد فعل على هذا المقطع المصور. سنذهب الآن وإياكم إلى منشور كتبه مصطفى ياسر يقول فيه: الله ينتقم من كل ظالم. الرسالة واضحة ولا تحتاج شيئا من التفسير. ننتقل وإياكم الآن إلى منشور آخر كتبه عراقي غاضب أيضا حيدر المكسوسي يكتب: إنها الحكومة الشيعية يا سادة. هذا طبعا كلام حيدر زان المشاهدين ومن خلاله يوجه إصبع الاتهام إلى جهة بعينها. إلى منشور ثالث نذهب وإياكم كتبه مهند الخزعلي يقول: مهند حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يوفقكم يا حكومتنا العافينة. هنا هذا الشاب يوجه الرسالة وإصبع الاتهام مباشرة إلى الحكومة الحالية ويتهمها بالتقصير بالكثير من المواطنين المحتاجين الذين تضطرهم الحاجة للأسف لأن يجمعوا طعامهم من حاويات القمامة. إلى منشور آخر كتبه حسين السعدي يقول: حسين إلك الله يا الفقير، شو وقت يرتاح العراقي؟ سؤال من مواطن شفقة على حال مواطن آخر. الآن نذهب إلى المنشور الأخير في التعليق على الفيديو الذي عرض قبل قليل. سالم الخزاعي معلقا على الفيديو يكتب: ما دام عادل عبد المهدي يكلف الميزانية 95 مليون دينار بالشهر، شو تريدون بعد؟ هنا يتحدث عن حالة البذخ والميزانيات الانفجارية كما سماها أعزائنا المشاهدين أحد المواطنين قبل قليل، يتحدث يعني ممتعضا
غاضبا على حال كثيرين من العراقيين الذين لا يجدون قوت يومهم أبدا، وفي المقابل هناك حكومة تصرف ميزانيات بعشرات المليارات إن لم يكن المئات. الآن نذهب إلى تويتر. في فقرة هاشتاغ وبالتزامن مع عيد المعلم الذي يوافق الأول من آذار في كل عام، غرد كثيرون عبر هذا الهاشتاغ. تعالوا نقرأ وإياكم أربعا من هذه التغريدات لنتعرف على ما جاء فيها. في التغريدة الأولى: ألا تكتب كل عام وأنتم الأمل ببناء مجتمع وطني نزيه، وألف تحية للمعلمين الشرفاء بمناسبة عيدهم الأول من آذار عيد المعلم. طبعا كل التقدير للمعلم الذي ينشئ الجيل تنشئة طيبة سوية، ينشئ الجيل الصاعد على حب وطنه ويمهد لهم الطريق حتى يؤمنوا بهذا الوطن. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وكتبتها زينب. تقول زينب: وقفة استذكار وإجلال لمن علمنا الحرف وصاغ الكلمات والجمل، لمربي الأجيال ولمربي الأجيال وملهميهم، لصناع المستقبل، لمن يستحق لقب المعلم. الآن سنخرج أعزائنا المشاهدين إلى تغريدة ثالثة أيضا ذيلت بذات الهاشتاغ عيد المعلم، لنتعرف وإياكم على من كتبها. فاروق الحسناوي يقول: فاروق، في كل الوظائف يكون الموظف جالسا والمستفيد واقفا، إلا المعلم يبقى واقفا والمستفيد جالسا. إنها مقاربة جميلة. إلى التغريدة الأخيرة نذهب الآن، وفيها كتب سرحان يقول: كل عام ورسل العلم بألف خير، كل عام والمعلم العراقي بألف خير. أعزائنا هكذا تكون قد انتهت فقرة تويتر، وبعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى المقاطع المصورة. باعتقادكم ماذا يمكن أن يحدث بعد حديث باكستان عن إسقاطها طائرتين هنديتين؟ هناك توتر عسكري بين البلدين حاليا، فإلى أين يمكن أن تصل الأمور؟ عالم محتدم بالصراعات. هل تعرضتم يوما إلى حرج ما بسبب اتصال شخص ما في وقت غير مناسب بكم؟ كهذا المسؤول الذي سنشاهده الآن لنستمع إلى حديثه. أنه كان إنني سأتوقف هنا لأن التليفون يضرب. It was the usual suspect. My wife. I have to stop here because she will not stop there. الآن وإلا هي لن تتوقف. مواقف محرجة قد يتعرض لها أي منا، ولكن الفارق أنه كلما كان الشخص أكثر اجتماعية وأكثر معروفاً لدى الرأي العام، فإن الحرج بطبيعة الحال يكون أكثر. أعزائنا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقاً نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.